أولا كل الذين سميتهم بأنهم منظومة فساد كلهم جماعة إيران من 92 لليوم، كل اللي سميتهم يعني حتى كانوا من جماعة أخوان إيران. إيران، شو هالحكي هذا؟ لحظة يا عزيزي، لحظة يا أستاذي يا عزيزي. سيد شريعة منار، خلينا نعطي الفرصة، خلينا نستمع لرأيه لو سمحت، خلينا نستمع لرأي الشيخ محمد. تفضل شيخ كل محمد. المنظومة الفاسدة التي سميتها أنت الآن هي ربيبة النظام الإيراني من 92 لليوم، أنتم بتدعموهم بالمال وبتدعموهم بالسياسي وبتدعموهم بالتسويات وبتدعموهم بكل شيء. اختلفتوا أنتم وياهم بال 2000 2000 وشوي وبلشتوا ساعة بتتخلوا عن هاد وبترجعوا بتحتضنوا هاد. وليد جنبلاط الذي تسميه أنت بالفاسد، وأنا ما راح أرفع الغطاء عن هذا الموضوع، لمبارح لوقفت عنه الميزانية. مين؟ مين بدي سميك من كل هذا؟ عما بيسأل حزب الله بفساد الأدوية مبارح بعد فضيحة خيو لوزيركم محمد فنيش، بمافيا سرقة السيارات وإرسالها إلى سوريا وتسليمها إلى الإرهابيين مبارح خيو النائب الموسوي اللي هو نائبكم، بتزوير الأدوية ملفه لخيو للوزير محمد فنيش، باحتكار البنزين والمازوت امبارح مدير مكتب النائب محمد رعب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة. مكياج لازم بدنا نحكي عن الفساد والفاسدين، ليش في حدا بلبنان بيمارس سطوة الفساد لو لم يكن مغطى بهذا السلاح الميليشيا اللي انتم صنعتوه؟ بدل ما تكونوا داعمين للدولة اللبنانية تسببتم بانهيار الدولة، قتلتم كل معاني المؤسسات في لبنان ودعمتم العصابات والميليشيات على حساب الدولة، دعمتم الدويلة على حساب الدولة، تسببتم بالانهيار، وها أنتم تمارسون الدور في العراق. شيخ محمد،